بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي، الف مليون مبروك لفريق الهلال السعودي الفوز على فريق الجبلين 1-0 في كاس الملك في المملكه العربيه السعوديه. مباراه كانت جيده، لا مباراه كانت حلوه قوي، ولكن الهلال ضيع كتير قوي. الشهاده لله، يعني الهلال ضيع كتير قوي لحد ما روبن نفيز ما جه خلص المباراه اللي كانت نوعا ما متعقربه بالنسبه لفريق الهلال. روبن نفيز بيسجل في الدقيقة 64، وبعد كده صالح الشهري بيسجل هدف، ولكن الفار للأسف بيلغي الهدف. غير كده بتتكلم على أداء عظيم جدا بالنسبة لفريق الجبلين، وبتتكلم على أداء مميز جدا بالنسبة لفريق الهلال. فريق الجبلين عمل أداء محترم بالنسبة للإمكانيات اللي موجودة عنده، بالنسبة للإمكانيات المتاحة عنده. بتتكلم على فريق عنده لعيبة كويسة، بتتكلم على فريق عنده محترفين مقبولين جدا، بتتكلم على فريق في الدرجة الثانية وبيقدر ان هو يقاوم واحد من اكبر الفرق اللي موجودة في السعودية وهو الهلال، واحد من اكبر الفرق اللي موجودة في اسيا. الهلال بيقدم مباراة حلوة، بتتكلم على سالم الدوسري برضو لسه بيقدم اداء عظيم ولسه بيقدم اداءات حلوة. مالكوم بيقدم اداء حلو قوي، توظيف عبدالله الحمدان كمركز 10، الكسندر متروفيتش قدامهم، بتتكلم على سلمان الفرج، عودة حميدة، روبن نفيس في نص الملعب، ياسر الشهراني بيقدم واحد من المباريات المميزه، ظهور حسن تنبكتي اخيرا مع فريق الهلال، هو كريدو كولوباي، سعود عبد الحميد موجود على الطرف اليمين، ياسين بونو طبعا وراهم موجود في حراسه المرمى. والمباراه ما اعتقدش ان هي كان فيها فرص كتير تقدر تقول عن ان ياسين بونو انقذ حاجه، لان اعتقد ان فريق الجبلين ما وصلش بكور كتيره وما وصلش خالص حرفيا. يعني هو فريق الجبلين اجمالي المباراه الزياده واحده بس وبره المرمى، فانت بتتكلم على فريق ما راحش كتير على ياسين بونو. فياسين بونو رائع بالنسبه ان هو بيحاول يبني من تحته وشغال برجله كويس، ولكن الراجل ما تمش اختباره في المباراه. سيرجي ملينكوفيتش بينزل مكان عبد الله الحمدان، تجربه كانت مقبوله بالنسبه لحمدان كلاعب مركز 10. صالح الشهري بينزل مكان سلمان الفرج، كانو بينزل مكان الكسندر متروفيتش، والبريك بينزل مكان سعود عبد الحميد، وناصر الدوسري بينزل مكان مالكم. كانت مباراه عشان خاطر انت تشوف فيها لعيبه نوعا ما ما كنتش بتشوفها الفتره اللي فاتت. كويس ان المدربين في الدوري السعودي بيتعاملوا مع الكاس على ان هو فرصه ان انت تدي لعيبه ما بتاخدش وقت كتير، وتريح لعيبه نوعا ما استهلكت شويه نفسها بدنيا واستهلكت كتير في الوقت اللي فات في الدوري. فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه للمدربين اللي هم بيعملوه في كاس الملك، واعتقد ان دايما وابدا هتقدر تقول ان كل حاجه في السعوديه ماشيه بمنحنى تصاعدي. فكل اللي احنا بنتمناه ان المنحنى التصاعدي ده يفضل طالع لفوق وما يقعش لتحت، والدنيا بالنسبه لهم يفضل مؤشر اخضر وما ينزلش تاني للدور الاحمر. وهي دي الحكايه بتاع مباراه الهلال والجبلين في كاس الملك. لو عجبك الفيديو ممكن تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش الفيديو ولا يهمك يا زميلي.